لا 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 حوالي خمس دقائق كانت الطيارات المروحية تفتر حول هذه المنطقة. احنا قاعدين في منازلنا حيث في الساعة وقبل حوالي نص ساعة ما سمعنا الانفجار. لما طلعنا سمعنا طبتين، طبة سمعناها بالجو، طبة بالساحة. أن السيد القائد مقتدى الصدر سمانا السلم أثناء التجميد، والآن يسمينا الموت الذي منه يفرون. بدأت العملية، ولكن صراحة فوجئنا بوجود مقاومة، وهذه المقاومة تمثلت بالقنص والعبوات والهاونات، مما اضطر أن نقوم بعملية تغيير لتعبئتنا ولتكتيكاتنا. وبعدين نطلع من هنا كريم. هاي منطقة آمنة، كل شيء ما عندنا، لا عندنا إرهابيين، لا عندنا مسلحين، جت الطيارات بدون أي شيء قصفت، وهاي أبسط دليل العبوات مالتهم شمرتها من المدرعات، وجت الطيارات فوقها قصفت البيوت اللي بالمنطقة. صوتك يا صدرنا يبقى هو أعلى صوت، صوتك يا صدرنا يبقى هو أعلى صوت. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. Come on.